نبتدي مع محمد رضا من على يمين لنا. كم سنه دلوقتي في النادي الاهلي يا محمد؟ انا والله جبت من مؤسسين النادي تقريبا بقى لي 13 سنه كده. ما شاء الله دخلت انت ولد صغير بقى. من 2008 تقريبا بدات في الاكاديميه، اكاديميه النادي، قعدت سنتين. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 6 سنين بالظبط. قعدت سنتين لغايه 2010 كده. في الوقت ده كان فريق 2002 بيتكون عندنا في النادي، فالحمد لله كنت واحد من الناس اللي موجوده بس. ومن ساعتها بقى يعني في تصفيه كل سنه، في ناس بتدخل على الفرقه، في ناس بتطلع، ناس بتمشي، انا الحمد لله يعني موجود. فده نجاح بالنسبه لي ان انا لغايه دلوقتي لسه موجود. اخرهم طبعا لما فريق 2002 اتلغى وطلعنا من 2001. انت مواليد 2002 صعدت مع 2001. دي كانت اخر تصفيه بالنسبه لنا. كان مستر مايكل وكابتن ياسر رضوان، الحمد لله كان كنت من اول الناس اللي طلعت يعني من 2001. دي صورتك كنت صغير؟ شفت، هتلاقي كل الجديد عندنا هنا في برنامج الاشبال. مين اللي رشحك وانت في الاكاديميه عشان تنضم لقطاع الناشئين؟ كان كابتن عبد النبي عاشور، كابتن احمد عبد الباقي، كانوا هم ساعتها اللي موجودين في الاكاديميه، وكان كابتن احمد سمير هو اللي ماسك فريق 2002 في الوقت ده. بس يعني مش عايز انسى حد طبعا، في ناس كتير عدوا عليا، ناس كتير جدا يعني في الفتره دي، فتره مش قليله طبعا 13 سنه يعني. بس يعني وهدفي ان شاء الله ان انا افضل مكمل لغايه الدرجه الاولى باذن الله. ان شاء الله جيلك الفرصه ان شاء الله مع كولر وتمسك فيها ان شاء الله واحد من العناصر الاساسيه.